السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة الإبداع، دايما معكم أحمد علي من القناة. النهاردة الحمد لله، النهاردة 11/7/2019، الحمد لله تم إعادة تحقيق الدخل على القناة بتاعتي بعد ما تم التوقف عن تحقيق الدخل لمدة من تقريبا من يوم عيد الفطر لحد النهاردة، يعني تقريبا حوالي قرابة شهر وعشرة أيام. طبعا ده كان بسبب كان عندي مخالفات في حقوق الطبع والنشر، وطبعا كنت حلتها مع الشركة بتاعت مخالفات حقوق الطبع والنشر. وعشان تشوف ازاي حليت المخالفات هسيب لك طبعا الروابط اسفل الفيديو، وللتواصل معايا برضو رابط الصفحة بتاعتي اسفل الفيديو. طبعا القناة هي بقت شريك يوتيوب. طبعا انا عملت تقديم طلب إعادة تحقيق الدخل، الفيديو كمان يعني تقريبا لسه منزله من حوالي يومين، تمام. واهوت عندك شريك يوتيوب، طبعا اتوافق عليا النهارده. اهوت لقيت رساله جايه لي الساعه 12:32 دقيقه صباحا 10 يوليو، اهوت جالي يوم 11 يوليو. نبدا ندخل عليها، بيقول لي كونجراتوليشن يور يوتيوب شانل احمد علي هاز بين اكسبتد انتو يوتيوب بارتنر بروجرام اند هوت يوتيوب. طبعا الحمد لله حلينا المشكله بنجاح مع الشركه اللي هي كانت مالكه حقوق الطبع والنشر، وكل الشكر جزيل للشركه والفرقه الانشاد الديني اللي هي تواصلت مع الشركه عشان تحل المشكله، برضو كل الشكر ليهم. وأتمنى أن الناس تشترك في القناة عندي عشان يوصل لها كل ما هو جديد، والإعلانات تظهر ويظهر التفاعل بشكل كويس. أتمنى يا رب المزيد الخير لكل الناس. وعايز تفسر طبعا بخصوص حقوق الطبع والنشر والمخالفات تتواصل معي على الصفحة على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.